أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب؟ أين التسابق في مجاورتي شغفا إذا أكلوا وإن شربوا؟ يتزاحمون على مجالستي والقرب من والقرب مني حيثما انقلبوا. يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا، فنشيدهم بابا إذا فرحوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونشيهم بابا إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا، بالأمس كانوا ملء منزلنا، واليوم ويح اليوم قد ذهبوا. وكأنما الصمت الذي هبطت أثقاله في الدار إذ غروا، إغفاءة المحموم هدأتها، فيها يشيع الهم والتعب. ذهبوا أجل ذهبوا، ومسكنهم في القلب ما شطوا، في القلب ما شطوا وما قروا. إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثوا، وأحس في خلدي تلاعبهم في الدار، في الدار ليس ينالهم نصب. وبريق حاولت عدة مرات أن أكتب القصيدة، أن أقول القصيدة بدون بكاء، فلم أستطع. يعني هذا الشاعر الذي كتب هذه القصيدة رحمة الله عليه، الشاعر عمر بهاء الدين الأميري رحمه الله، يعني عدة محاولات أن أكتب بدون أن أبكي فلم أستطع. يعني لا تظن أنني هذا أول تسجيل، لا، هذا خامس تسجيل. إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا، وأحس في خلدي تلاعبهم في الدار ليس ينام. أحس في خلدي تلاعبهم في الدار ليس يناله نصب.
وبريق أعينهم إذا ظفروا ودموع حرقتهم إذا غلبوا في كل ركن منهم أثر وبكل زاوية لهم صخب في النافذات زجاجها حطموا في الحائط المدهون قد ثقبوا في الباب قد كسروا مزالجه وعليه قد رسموا وقد كتبوا في الصحن فيه بعض ما أكلوا في علبة الحلوى التي نهبوا في الشطر من تفاحة قضموا في فضلة الماء التي سكبوا إني أراهم حيثما اتجهت عيني إني أراهم حيثما اتجهت عيني كأسرى بالقطى سربوا دمع الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجب ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب هيهات ما كل البكاء خور إني وبي عزم الرجال أبو